معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ عبد القادر شنويني، مدير الإعلام بنادي شباب بوليسداد الجزائري. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. السلام عليكم. وعليكم. أهلا وسهلا. أهلا بك. تحياتي لكل المتواجدين هناك معكم في البرنامج. في البداية ينبغي أن نقول شيء. تفضل. في بطولة إفريقيا هذه الشامبيونز ليج حاليا لا يمكن إطلاقا أن نقول أن الفريق قوي وفريق ضعيف. في السابق فعلا كانت بعض الفرق تسيطر على الشامبيونز ليج، لكن الآن كل الفرق لديها حضور. في مجموعتنا هذه المجموعة الرابعة اللي موجود فيها كل من فريق غاني هو عمايديما وفريق يانج افريكانز شباب الوزداد، فريق يانج افريكانز التنزاني والاهلي. والاهلي او فعلا الاهلي، يعني الكل يعرف انه الاهلي من الفرق الكبيره والمرشحه دوما لان عندها تجربه وفازت اكثر من مره بالبطوله، لكن ينبغي اخذ بالاعتبار كل الفرق الحاليه. احنا شباب الوزداد مثلا وصلنا للدور ربع النهائي 3 مرات والان اصبحنا نطمح اكثر. عندنا لاعبين ممتازين، عندنا المهم، ولكن في بطوله مثل هذه لا يمكن على الاطلاق ان نقول انه فريق مرشح على الاخرين. اوكي، اذا تحدثنا على التجربه وتحدثنا على امكانات فريق الاهلي فعلا على الورق نقول ان الاهلي مرشح، لكن حذاري من المفاجات في بطوله مثل هذه. شاهدنا اكثر من مره فرق صغيره وصلت الى ادوار متقدمه في هذه البطوله. صحيح. بالنسبه لشباب بلوزداد اقول ان حاليا يعني بعد اقول ان المدرب فسخ العقد بين الاداره والمدرب، يعني بالتراضي ما كانش فيه مشكل، وانما قررت اداره شباب الوزداد ان توقف هذا المدرب. من الاحسن انه يترك الان في بدايه الموسم احسن من انه يتركنا في وسط الموسم او شيء من هذا القبيل. فلاسباب نقول ان وجهات النظر مختلفه، هو يشوف الكره بطريقه واحنا نشوفها بطريقه اخرى، وبالتالي وصلت بعض النزاعات وبعض المشاكل، ففضلنا ان بس لو تسمح لي لو تسمح لي حضرتك سامعني؟ مش عارف ولا لا حضرتك سامعني؟ المدرب الجديد سيكون اجنبي حسب تصريحات رئيس النادي اليوم في احدى القنوات، قال ان المدرب سيكون اجنبي 90% او 95%. لحد الان لا نعرف الاسم صراحه، والله لا نعرف الاسم، ولكن الشيء المؤكد هو ان المدرب سيكون مدرب اجنبي. طيب بندن معناها مش بالضرورة أجنبي معناها أوروبي، ممكن يكون عربي ولكن مش من الجزائر، خارج الجزائر، مش جزائري. هل ممكن يبقى المدرب مصري؟ والله كل شو مثل ما تحدثت منذ قليل عن البطولة، البطولة قلت أنه فيها مفاجآت، حتى من المدربين فيها مفاجآت بصراحة. يعني كل شيء ممكن. أنت هل تعرف أن المدرب تركنا بعد 24 ساعة صار مدرب ترجي تونسي؟ أنت تعرف أن المدرب الأسبان حاليا هو مدرب الترجي؟ يعني من كان، أنا أقول أنه ربما كان فيه تواصل قبل اليوم. مستحيل انه المدرب يترك اليوم وبعد 24 ساعه يصير في فريق اخر. اكيد انه كان في تواصل، كان في ذهنه هو كان يفكر انه يترك شباب الوزداد، اكيد. صحيح. لانه مستحيل. صحيح. مستحيل انه مدرب اليوم يدرب ويلعب مباراه في اطار الدوري وبعد 24 ساعه يصبح مدرب في الترجي التونسي. معناها ان هذا المدرب كان في مخه وفي فكره، وكان يفكر منذ زمان، وكان على اتصال متواصل مع فريق ترجي تونسي. على كل حال نتمنى له التوفيق، يعني كل واحد هذه حظوظه، كل واحد يتمنى انه يدرب او يلعب في فريق، فهذا المهم. احنا لم نتفق معه في بعض الاشياء، وجهات النظر كانت مختلفه بيننا وبينه، وبالتالي الاداره قررت في نفس اليوم اللي لعبنا وانهزمنا 3-2 مع خنجله، يعني بلغوه قالوا له انه خلاص انتهى. وهو كان يعني راضي بهذا القرار، والحمد لله احنا حاليا في صبر
هذا اللي كان مساعد جزائري هو اللي يتولى مسؤولية الفريق في انتظار وصول المدرب الجديد إن شاء الله، ونتمنى كل التوفيق. هذا هو عبد القادر شنويني، أستاذ عبد القادر شنويني مدير الإعلام بنادي شباب الإزدادة الجزائري، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة ما قبل مواجهة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا نفس المجموعة.